السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى مشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله رب العالمين. خوتي مرحبا بكم في القناة ديالي وفي فيديو جديد وفي نهار جديد إن شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال هذا النهار. هذا توب سيتروني ديال واحد البنيتة عندها 11 عام تقريبا. مهم نشارك معكم الفصالة ديالو، بغات جليلي بان إن شاء الله رمضان. المهم انا غنشارك معكم هي الفصاله ان شاء الله، لان الام ديالها هي اللي غتخيطها ليها. نشارك معكم الفصاله ان شاء الله. المهم ما تنسونيش خوتي، ما تنسونيش بلايك لايك لايك الزوين ديالكم والتعاليق الزوينه وكلمات زوينه ان شاء الله. واللي كيدخل لاول مره لعندي القناه ديالي ما ينساش يعمل اشتراك وتفعيل الجرس ويعمل واحد لايك زوين وتعليق زوين. ومرحبا بالجميع، وشكرا للناس القدام اللي معايا في القناة، شكرا لكم بزاف. وحتى اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بكم. يلا على بركة الله نمشيو باش نفصلوا ان شاء الله الجلابة ديالنا ان شاء الله. يلا مرحبا بكم، غادي نفصلوا بالعرض لانه التوب ديال ريحانة هانتوما. غادي نفصلوا هكا بالعرض، غادي ناخذ البنت شي ناخذوا العبارات هما هادو. انا جيت توب وبديت معاكم باقي بوجه حاجه. المهم هذا هو العبار ديالنا، بلاتي شوفوا بعدا العبار ديال البنت هو هذا، سميتها ملاك الله يحفظها. بسم الله ناخذ ليها القياس ديال جدي 43، لا ندير لها غير 40 هكا قياس جدي هكا هكا. شوف كيتزلق، غادي نكسر هنا هكا باش مية أولا 12 كيما قلنا خدينا 40 بيشان. ناخدو دابا الطول ديالها، الطول ديال البنيتة عندها 95، 95 في الطول، يعني غنزيدو ديك 5 سنتيم أولا نديرو 8 هكا سنتيم باش نديرو ليها التنية زوينة، باش إلا بغات طوال شوية تزيد فيها ماشي مشكل. خمسة وتسعين هاهي هادي، غنزيدو ليها التنية هي لي غتجيها مزيانة. المهم هكا مزيان، طبعا شنو مبين هاد صبري مبيناش، خاص شي حاجة تكون مبينة. عندي هنا الطباشير، الطباشير الطباشير الأحمر يبان مزيان. هانتوما كلا راه باين مزيان، كنتمنى يكون واضح بسيط الهواء باين. نقرب مزال الكاميرا أكثر أكثر. تقريبا راه السطر ديال الهواء باين، هو أحمر. خدينا الطول ديال البنيته. المهم مترو حدا 95، خدينا مترو وخمسة سنتيم باش التكلفه تكون شويه كبيره باش الا بغات تزيد فيها. عندها في الكتاف 24، غنقسموها على جوج غتعطينا 12. غناخذو ليها 12 في الكتاف ونزيدو سنتيم، هي 13، هي 13، هي هادي نتبعوها. غادي نهبطو ب هنايا على حساب الدورة ديال الكم، نديرو ليها نيت 15 الدورة ديال الكم. عندها في الصدر ديالها 17، غنديرو 18
كنديرو 17 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 18 صافي. هانت دابا ها الدوره ديال ندير شنو ندير الدوره ديال الكم كنطلب واحد شويه هنايا وكنحاول نقروها هكا بيدينا كندوروها هكا باش تجي مقره ندخل واحد شويه صافي دابا مزيان. نجيو هنا ندخلو لها شويه ايفازي غندخلو غير بشي سنتيم نديرو هنايا شي حدا عشرة عشرة تسمع على جوج ندخلو هنا بشي سنتيم باش نديرو لها الايفازي حتى شويه ضعيفه. المهم نعاود معاكم دابا شدينا الثوب خدينا الطول ديال الجلابه ديال الكنسه عبرنا الكتاف شدينا الطوره ديال الكم كمليه هي يا هادي دخلنا واحد شويه يعني ممكن ناخذوا شي 10 سنتيم تحت الابط هنايا وكندخلوا بشي سنتيم صافي يكون خرجوا كنخرجوا للزيرو كنديروا 40 درت لها 40 في الجلابه باش جا شويه جلابه شويه زوينه من التحت باش جي شويه كلوش بحال شكل كسيوه. المهم دابا غادي نطراسي باش نقطعها معاكم ان شاء الله. المهم ها نتوما هذا الظهر هذا الظهر ديال الجلابه ومن بعد غنمشيو باش ناخذو هانتوما البنات شتو هذا الدبا الظهر هذا الظهر وهذا الامان. هذا باغي نقورو معاكم ان شاء الله غادي ناخذ العبار من هنا ناخذ هذا التقور ديال العنق ونرجع معاكم ان شاء الله. ها هي البنات هي هذه التقوريره هذه راه التكفيف غادي تدخل هنايا شفتوا صافي وهذا هو سميتو كما كتشوفوا ها هي. انا دابا غادي نفصلوا دابا الكمام ونرجع معاكم ان شاء الله. هذا هو الثوب ديالنا شاد هاد البلاصه هادي اللي قطعنا منها الطول هي هادي حنا غنخرجوا منها دابا الكمام شي ما غاديش يضيع لنا الثوب غنخرجوا منها دابا الكميمات ها هي شفتوها الكمام ديال البنت زعما غنشوفوا العبار ديال الكم ديال الكم ديال البنيته عندها الكم 38 38 نشوفوا واش غيجي هكا الا ماشي غنديروا هكا. المهم باش ما يبقى لينا الثوب نديروا البنيته الصغيره تبارك الله كاين عندها 47 وهي يلا عندها 38. المهم هاي 38 المهم هي هذيك يلا نديروا تكفيفه وتقطع على سميتو لكم. دابا غنشوفوا هنايا كنا درنا 18 نشوفو نديرو 19 باش يلا نديرو لها هاديك الدورة مزيانة الدورة كتعجبني أنايا صراحة هاو باش هدا دابا غندوبلو التوب على جوج باش نخرجو الكمام في دقة وحدة. المهم هادي الطريقة ديالي كنتمنى تكون سهلة راه مصعيباش سهلة هاهي دابا راه جوج كمام غادي نتنيوهم على جوج هاكا صافي وغادي نشوفو مزيانه غادي هنايا هدي الطريقة ديالتي أنايا كان جيت لهنا كنهبط كنهبط بعشرة شوف كنطراسيها وكنجي ل كنجي لهنا كيجي لكم مقور زوين زوين. المهم هانتوما حيت انا درت لها 18 ولكن على حساب الخياطه هكا مزيان باش ما يجيش مزير اللهم يكون شاد في الكم ولا يكون خاص. المهم هادشي اللي كاين غادي
دابا هاد البلاصه ديرناها غنقسموها على جوج، كنطراش بالستيلو كنسى كنطراش بالستيلو. المهم هادو غنقسمهم ثاني على جوج هاكا. دابا اشنو غنديرو؟ غادي هادي هادي غندخلو بسنتيم واحد على هاد 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 البلاصه اللي تبعنا، غنجيبو حتى النص هنايا وندخلو ثاني بسنتيم على هاد سميتو اللي درنا، فهمتي؟ ها هو باش يجي بحال هكا كيجي زوين صراحه. صافي غناخدو س هاد ديال البنات هاهي، تمنية وتلاتين، تمنية وتلاتين، هاهي تمنية وتلاتين، هدا هو الطول ديال البنيته. غنخلي لها التكفيفة هي هادي، الدورة ديال الكم ديالها، حداش، حداش مزيانة، نشوفو هكا. كلشي دقه وحده، وعاد من بعد غندير لكم هذيك الدخله اللي كندير هنايا، كندخلوها بهذا هذا النيت، كنجيو هنايا كنحطو على القنت، كنجيبو حتى القنت فين غندير لكم شتو شحال ديال ديال سميتو كحيد ديال الفراغ، باش ما كيجيش واسع من هنايا من تحت الابط. ها هو طرسي هنا دابا انا غنقطعو ان شاء الله بسم الله. شنو هما البنات شهرين شهرين ما حليت المحل، يعني كل حاجه كنلقاها في قنت وكتنساي حتى انا، خصني هادي خصني هادي كتنساي. المهم ماشي مشكل، نطلب الله الله ييسر الامور. يا قلنا هنايا نوريك الدويره ديالنا، راه كتعجبني انا هاكا كيدورو بنات خوري، راه هكايا هادي كنجيب لكم زوين البنات. تا هو الكم ديالنا هانتوما، هذا الطول ديالها، الطول ديال الكم ديالها، وهذا شوف هاهما دابا جوج كمان. شتو كيفاش كيجي؟ كيجي زوين. هاهو الكم هو هذا، ها هما جوج. دابا وصلنا الكميلات ان شاء الله، غادي نمشي حتى هو غادي ناخذو من هاد البلاصه هادي اللي حيدنا منه الطول. دابا التفصيله حيت منها سميتو، والطول داكشي اللي شاط على الطول ديال الجلابه هو من اش درت لكم، وغندير منه ان شاء الله حتى القب، وغادي يبقى لنا الشيء الاخر ان شاء الله يشات البنيته الصغيره ان شاء الله. ها انتم هذا كافي باش يدير لنا القب. دابا وصلنا القب، القب شحال وحده كيجيها صعيب، ولكن هو راه ساهل، هو حاجه وحده يعني الجهه اللي كنعبروا فيها الطول ديال القب كتكون محلوله، عندنا العرض هو اللي تيكون فيه الثوب دائما مسدود. تبعوا معايا الطريقه، راه ساهله. دابا البنيته خصنا نديروا لها القب، ما نديروش لها كبير بزاف حيت العبر الاصلي تيكون هنا الطول ديال القب كتكون فيه 40 سنتيم، وهنا كتكون فيه 30 حتى 29. حنا دابا غادي نصغرو على حساب كل ندير 35، 35 مزيانة، هايا 35، وعندي هنا في العرض كنديرو هنا ندير 25، غادي نجي هنايا، غادي نطلع من هنايا لهنايا، غنهبط 10 هنا بعدا من هنا من هنا لهنا، نهبط 10، غادي نشوف هنايا هي هاديك 25، حيت هو نورمال كديري ثوب مربع باش كيجيك زوين. غادي نهبط من هنا لهنا، هاهي 20 سنتيم، هي راه قاعدة هادي. دابا الكبار كيديروا لهم 25، حنا غنديروا غير 20،
هذا شريته، وهنايا ها هي. هاد القطعة هادي نجيب العند هادي، عندنا من هنا لهنا، غادي ندير ديك القاعدة ديال اللي درنا في الكوب. المهم الناس حنا طراسينا القب ديالنا، هذه الفسحه ديال القب اللي كتلصق مع العنق ديال القب، كندير ديك الدائره اللي المعتمده اللي كندير انا في الكم، كتجي زوينه. ها هي كما كتشوفوا. المهم البنات كنتمنى الفصاله ديال اليوم تعجبكم، ديال هاد الجليبه ديال هاد النيته ديال العيد، اكيد ديال العيد، عيد الفطر. ان شاء الله الله يدخل لنا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا رب العالمين. المهم كنتمنى اتمنى الدرس ديال اليوم يعجبكم، ولو انه جا في السريع. المهم مره اخرى ان شاء الله، وغادي نفصل معكم ان شاء الله جلابه ديال كبيره. دابا غادي ناخذوها غنسرجيوها ان شاء الله، وغادي نطرزها ندير فيها فراشات، لان البنت بقات فيها فراشات. وغنشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله ضروري ضروري. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنسونيش بلايك زوين ديالكم والتعليق زوين، هذا كتفرحوني بها والله العظيم. صحباتي والاصدقاء ديالي والناس اللي ما كنعرفش، شكرا لكم كاملين. المهم احنا حاولنا خرجنا منها جلابه، بقات لنا جلابه ديال بنيته صغيره، هي ان شاء الله غنشاركها معكم، ديال بنيته صغيره ديال اختها نيت. وتبارك الله عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، وتحياتي لكم، ومع السلامة إن شاء الله إلى فيديو قادم. وشكرا بزاف، مع السلامة. متنساوش لايك 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 زوين ديالكم، وتبارك الله عليكم. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.